خلينا نرحب بنجمنا الكبير كابتن اشرف قاسم ونشوف بقى توقعاته ورايه لبطوله السوبر المصري اللي هتبدا بكره ان شاء الله في الامارات، ونشوف رايه كمان في قرعه الدوري اللي اتعملت النهارده وبدايه الدوري ان شاء الله يوم 30 اكتوبر، وايضا بطوله كاس الرابطه. كابتن اشرف منور. كابتن كريم الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ منور بيك. كله تمام؟ كله تمام الحمد بطولة لله. بطوله جامده بكره هتبقى. جدا جدا. يمكن احنا الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا فيها وقلنا دي هتبقى من البطولات اللي هي القويه، لان الاربع فرق اعتقد ان هم مستعدين كويس جدا. يعني في ثلاث فرق منهم اللي هم طبعا الزمالك والاهلي والبيراميدز شاركوا في مباريات رسميه، هي طبعا سيراميكا هي اللي ما شاركتش في مباراه رسميه. لكن في استعداد كويس جدا، في تركيز كويس جدا. زي ما قلت لك امين رمادي بيقدر يتعامل مع اللعيبه بتاعته كويس، بيقدر يحفظهم كويس جدا الاسلوب وطريقه اللعب بتاعته وبتاعه الفرقه المنافسه. ايوه. يعني بكره احنا لبدايه البطوله بمباراه الزمالك وبيراميدز، مباراه هتبقى قويه جدا جدا جدا. الفرقتين كل فريق عنده الاهداف بتاعته واهداف قويه جدا. نادي الزمالك طبعا عشان فاز في اخر فتره من اسبوعين بطوله السوبر الافريقي، معنويا عالي جدا. فرح فيه فتره فرح فيها، لكن ابتدى يركز تاني وعارف ان في داخل على بطوله قويه واول فرح هيلعبها فريق قوي. وانا يمكن كلامي معاك يا كريم خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا انا قلت لك دايما، كنت دايما لما بطلع معاك بقول لك السكواد بتاع فرقه بيراميدز هو احسن سكواد موجود في مصر. صح، وقووه كمان السنه دي. وكمان ايه يعني، هو تشكيله داخل الملعب قوي جدا وخارج الملعب كمان قوي. زي ما احنا بنقول الدكه قويه جدا، فبتفرق جدا مع المدير الفني، وهو ده اللي حاصل مع بيراميدز. نادي الزمالك يمكن من الحاجات اللي ممكن تبقى كويسه ان هو في استقرار في التشكيل اللي بيلعب بيه. ممكن يكون التغيير في واحد او اثنين على حسب، يعني يمكن دونجا مش هيلعب عشان عنده اصابه، لكن لو هو سليم كان هيلعب. ما كانش هيبقى فيها تغيير. غياب دونجا مؤثر يا كابتن اشرف على نص ملعب نادي الزمالك؟ مؤثر طبعا. هو لان اللعيبه اتعودت على الاسلوب اللعب وحفظته، وهم حفظوه وحفظ الطريقه. هو كمان جراي وبيجري وبيخبط وبيقطع يعني عنده روح عاليه جدا في الملعب، بيأدي بيها بشكل كويس. حتى كمان اللعيب الوسط المهاجمين بيعتمدوا عليه دفاعيا، فبرضه هو عارف زي احنا بنقول بلغه الكوره وتت في وسط الملعب. ويمكن دايما احنا كنا بنطالب لو الزمالك بيحب ان هو يلعب مثلا ايه في نص ملعب، ممكن يلعب دونجا ويلعب معاه جنبه شحات. فده اللي احنا كنا بنقوله، لكن طبعا هي ظروف الاصابات طبعا دي اي لاعب معرض ان هو يتحط في موقف زي ده. يمكن برضو انا شفت بعض الكلام اللي اتقال في المؤتمر الصحفي من جوميز ان هو ممكن يبقى فيه تعويض لدونجا. هو لازم طبعا يقول كده لان برضو لازم يدي الثقه للعيبه الثانيه، ثقه اللاعب اللي هيبقى موجود في مكانه ان هو يقدر ان يؤدي نفس الدور بتاعه. نادي الزمالك تشكيله معروف، يعني الرباعي اللي بيبقى موجود. ايوه. وبجانب طبعا حارس المرمى اذا كان عواد وحسام المسلوسي الاستوبارات الاثنين، وفي على الناحيه الثانيه محمود بنتايج، ناحيه اليمين عمر جابر. بس عمر النهارده اشتكى قالوا من الم كده خفيف في العضله الخلفيه، بس يعني بنسبه كبيره هيلعب. هو لو ما لعبش ممكن شحات يلعب بكرات. هو ده لعبها وده لعبها، بس عمر هيلعب. بس قالوا لي النهارده اتكلم هو مع الدكتور واشتكى سنه اجهاد كده في العضله الخلفيه. يعني بص، في وقت بقى من الاوقات اللعيبه لو عندها مثلا 10% الاصابه او 20% ممكن يجي على نفسه ويلعب. يعني انا جربتها كتير بس انا عانيت بعد كده. طب. يعني انا عانيت بان انا كنت بلعب وانا مصاب وانا ما بحبسش كده. اثرت عليك بعد كده؟ طبعا اثرت عليا. اصابه كبرت لا تاثير صعب جدا. يعني ربنا ما يوريها لاي حد يعني، لكن انا بتكلم في حاجات معينه ممكن تقدر تستحمل ان انت تلعب عليها، وده اللي بيحدده هو اللاعب في الاول وطبعا طبيب الفريق. حتى لو عمر جابر ما لعبش هيلعب شحات. وسط الملعب الثلاثي اللي كانوا بيلعبوا اذا كان دونجا وبيلعب ناصر وبيلعب عبد الله، هم الثلاثه هم اللي هيبقوا موجودين. هتشيل بس دونجا وتحط لاعب وسط زياد. اللي وصل لي لمعسكر الزمالك ان زياد كمال هو اللي هيلعب، وهو لعب المباراه افريقيا في اخر مباراه. لعب شارك فيها في المباراه، فممكن يكون متجهز ان هو يلعب. يعني الثلاثي اللي فوق اعتقد ان الجزيري هو اقرب واحد ان هو يكون موجود، مصطفى شلبي ناحيه الشمال، احمد سيد زيزو، ومعاه مجموعه اللي موجوده بره ممكن برضه هيساعدوا في للفريق يعني.
لكن هو ده حاجه كويسه جدا لفرقه نادي الزمالك، يبقى في استقرار في الفني داخل الملعب، في استقرار في التشكيل، التغييرات في واحد او اتنين ممكن ما تاثرش لو اللاعب البديل اللي لعب في مكان اللاعب الاساسي بيأدي نفس الدور بشكل كويس. أيوة. مش هتحس باي مشكله خالص. لكن هو لازم نادي الزمالك يا كريم يعرفوا ان هم هيلعبوا قدام فرقه عندها قدره كبيره جدا في الاستحواذ في وسط الملعب، فانت لازم يبقى عندك كثافه عدديه، عندك سرعه في الاداء، سرعه في الارتداد، لان هم عندهم سرعات كبيره جدا. انت برضو الاسماء بتاعه فرقه، انا لسه من شويه كنت بتوقع التشكيل استعرضت كده الخط الهجومي عند بيراميدز يعني هقول لك كده التشكيل اللي انا قلته. الشناوي حارس مرمى احمد الشناوي، خط الظهر محمود مرعي واحمد سامي، تمام، ناحيه اليمين الشيبي، ناحيه الشمال محمد حمدي، بلاتي توريو مهند لاشين، وخد عندك بقى قدام في مايلي، في مصطفى فتحي، في ابراهيم عادل، في رمضان صبحي، في صديق اوجوله، في عبد الرحمن مجدي، في يوسف اوباما، في انت عايز اربعه من دول، مروان حمدي، في عدد كبير جدا. انا بقيت حتى محتار اقول الله يكون في عون يوتيتش، هيلاعب مصطفى فتحي ولا يلاعب اوجوله هيلاعب ابراهيم عادل ولا يلاعب رمضان صبحي؟ هو رمضان بقى بيلعب 10 دلوقتي على فكره، ما هو شكله كده هيلاعب رمضان 10 ويحط مصطفى فتحي وابراهيم عادل او صديق اوجوله على الجنبين. بس هو بيعتمد على مصطفى فتحي في كل المباريات اللي لعبها ناحيه اليمين، هو ناحيه الشمال هي دي اللي هيبقى فيها دي كلام. عنده ازمه، هي دي اللي هيبقى فيها عنده ثلاثة جامدين قوي اللي فيها التبنية. رمضان وصديق اوجوله وابراهيم عادل، لا شيل رمضان هيلعب 10 هيلعب 10 هيقعد اوباما بقى، ممكن يقعد اوباما وهيلعب مايلي بيلعب، هو ده من وفي مروان حمدي، بس مايلي هو اللاعب الاساسي طبعا، طبعا هو اقواهم كمان صح داخل ال 18. عشان كده انا بقول لك، شوف انت قلت الاسماء دي، المجموعه اللي انت قلتها اللي هي المفروض هيبقى فيها اختيارات دي هتبقى قاعده بره، فعنده برضو الناس اللي موجوده بره تقيله لعيبه، لو احتاج اي حد فيهم ممكن يعمل فارق. ايوه، فعشان كده انا بقول لك نادي الزمالك لازم يبقى واضع في الاعتبار ان المباراه مش سهله، زي ما بيراميدز عارفين ان هم هيلعبوا قدام نادي الزمالك مباراه مش سهله. صح، فقوه الفرقتين بتيجي من الـ من الـ من ادائهم داخل الملعب، تركيزهم في بدايه المباراه، طريقه اللعب بتاعت كل فريق، هم حافظين بعض ونفس الفرقتين لعبوا مع بعض في فترات كتير جدا ونفس اسلوب اللعب. انا يعني بشوف ان فرقه بيراميدز هم دايما بيلعبوا اللي هو الدفاع متقدم، بيحاولوا ان هو يقفلوا على المدافعين بتوع الفرقه اللي بيلعبوا، اي فريق بيلعبوه اذا كان فرقه صغيره او كبيره بيلعبوا بنفس الاسلوب ده، بيعملوا عمليه ضغط عالي عشان يبقى فيه يولدوا اخطاء، يقدروا ان هم عندهم القدرات ان يعملوا كده، اذا كان الرباعي اللي فوق او الاثنين اللي في وسط الملعب، حتى اطراف الملعب عندهم اقوياء جدا، يعني اذا كان الشيبي ولا محمد حمدي، لا هو الفرقه كلها مكتمله، يعني كلهم لعيبه دوليه، فرقته في الفرقه. لو انت عايز تلعب مع فرقه زي دي يبقى لازم عندك سرعه في الاداء، عندك زي ما قلت لك ارتداد سريع جدا، ان انت بتخرج بالكوره بشكل سليم، التمرير بتاعك يبقى فيه اتقان بشكل كبير جدا علشان تقدر ان انت تتعامل مع فرقه زي دي. ونفس الوضع بالنسبه لفرقه بيراميدز، ما بيراميدز عاملين حسابهم برضه انهم بيلعبوا قدام فرقه مش قليله، عندنا اطراف الملعب بتوعنا عندهم سرعات كويسه، اذا كان زيزو او مصطفى بيتحركوا بشكل كويس، الجزيري في داخل ال 18 بيقدر ان هو يستغل اي خطا ممكن يقع فيه مدافعين الفرق الاخرى، وبيعمل عمليه ضغط علشان يولد اخطاء، وهو ده عمله في ماتشات كتير جدا. فيعني احنا نتمنى، هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى مشكله بالنسبه للفرقتين بكره ان هم هيلعبوا بدري شويه، يعني الساعه 4 دي بدري شويه. انت عارف المباراه دي يا كريم لو مثلا في الساعه 8 ولا حاجه في نفس التوقيت بتاع المباراه الثانيه اعتقد المباراه كانت هتختلف يعني. بس يعني ما ينفعش يلعب ماتشين عشان نتفرج على الماتشين. انا فاهم، لا عشان يلعب ماتشين في وقت واحد. انت عارف لو كان لعبه النهارده يعني مثلا بكره والماتش الثاني بعد بكره، ما هو برضه يعني عشان انا اتكلمت في النقطه دي، قال لك تكافؤ الفرص عشان يبقى خدوا راحات زي بعض، يعني الماتشين لازم يبقوا في نفس اليوم، بس يعني كان ممكن يلعب ماتش الساعه 5 وماتش 9 يعني عشان نقدر يعني يبقى فيه برضو الجو يبقى كويس، يعني احنا نتمنى ان هي خلي بالك كده كده مفيش اكسترا تايم، لا يعني مفيش لا وقت مفيش اضافي في لو في حاله التعادل على حسب اللائحه، بس ما اعرفش انا لا مفيش مفيش يعني لو في تعادل بس في المباراه النهائيه بس هيبقى في النهائي بس هيبقى في وقت اضافي. يعني بص هو كده كده او كده يعني المباريات قويه جدا
هنستمتع بيها. طبعا البطوله بتتنظم في الامارات بشكل رائع جدا. يعني انا كنت اتمنى اكون موجود بس لظروف ما يعني ما كنتش متواجد، لكن هي فعلا المباراه بتبقى فيها متعه كبيره جدا يا كريم. التواجد الجماهيري هيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك في المباراه الاولى، زي ما هيفرق مع النادي الاهلي في المباراه الثانيه. المباراه الثانيه يعني اذا كان الاهلي هيلعب مع سيراميكا، الاهلي طبعا داخل المباراه يعني بفكر تاني خالص واهدافه مختلفه عن الثلاث فرق، حتى كمان عن نادي الزمالك. يعني هي عايز يبقى فيه مصالحه للجماهير، وعايز يغير شكل الفرقه في مباراه السوبر، لان النادي الاهلي ما اداش بشكل كويس في مباراه السوبر، والزمالك كان يستحق الفوز، وحتى هم الاهلاويه هم اعترفوا بكده يعني. برضه بس هو هيقابل فرقة محترمة جدا، فرقة منظمة داخل الملعب، حتى بالرغم ان في التدعيمات اللي حصلت بخروج لعيبة ودخول لعيبة تانية، تدعيمات كويسة جدا. سيراميكا طبعا طبعا، بالرغم ان هو مشى ناس مؤثرين اذا كان محمد ابراهيم او احمد ياسر ريان وصديق جولة، يعني الثلاثي دول كانوا اقوياء جدا. خالد صبحي الاربوطي، لكن دخل مين؟ دخل اسلام عيسى، ودخل لقاي فخر اللقاي، ودخل يعني دخل عبد الله مجدي، دخل اكتر من لاعب، دخل حسين السيد، هو دخل اكتر من لاعب ممكن يعوضه، محمد صادق رجع زلاكة كمان تاني، ممكن يعوضه شويه اللي مش، بس ما اعتقدش ان في حد ممكن يعوض صديق يقول يعني هو احسن لعيب اجنبي في الدوري المصري، ده اقوى واحد فيهم يعني. لكن هم منظمين في الملعب وحافظين اسلوب وطريقه اللعب. ايوه يعني هم حتى في الموسم اللي فات في السوبر هم قابلوا برضو النادي الاهلي على ما اعتقد في المباراه النهائيه، وقدموا مباراه رائعه. النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي برضو طب خلينا نطلع فاصل، اتفضل، نقول تشكيله الاهلي وسيراميكا، وحضرتك تشرح لنا الماتش بعد الفاصل، واجيب لك كمان البطوله اللي فاتت. تمام، عشان كانوا برضو لعبوا بعض، والاهلي كان وصل نهائي امام مودرن فيوتشر. ايوه، ماتش بتاع كان 2-2 اعتقد. بالظبط 2-2 الاهلي اتعادل، وبعدين كسبوا كسبوا بضربات الترجيح. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع كابتن اشرف قاسم تفاصيل مباراه الاهلي وسيراميكا، وتوقعات كابتن اشرف لتشكيل الفريقين ونتيجه المباراه، ونشوف كمان السوبر بتاع السنه اللي فاتت، نسترجع بيه الذكريات اللي فاز بيه النادي الاهلي في المباراه النهائيه امام فيوتشر بقى بمسماها القديم دلوقتي مودرن سبورت. نكمل بعد الفاصل مع كابتن اشرف قاسم. نرجع تاني مع الكابتن اشرف قاسم، ونكمل كلامنا على مباراه الاهلي والسيراميكا بكره. ويعني كابتن اشرف كان بيتكلم على فريق سيراميكا انه في لعيبه كتيره رحلت، من اللعيبه المميزه زي صديق جوله ومحمد ابراهيم واحمد ياسر ريان وخالد صبحي ومجموعه مميزه من اللاعبين، لكن برضه اضاف لعيبه زي فخري لقاي وزي محمد صادق وزي زلاكا واسلام عيسى وعبد الله مجدي حسين السيد الظهير الايسر برضه، فيعني برضه عملوا اضافات كويسه نادي سيراميكا. طبعا، بس يعني هو صادق في مصلحه حظ بقى ان هم هيلعبوا قدام النادي الاهلي في اول مباراه. كابتن ايمن الرمادي طلع قال لك انا على طول قدام الاهلي، قرعتي الاهلي على فكرة في الدوري اول مباراه في الدوري هتبقى قدام النادي الاهلي برضه. بالظبط، والسنه اللي فاتت في السوبر برضه كان اول ماتش امام الاهلي برضه. بس هو على فكره يعني انا بحب اسلوبه وطريقه ادائه في الفني في المباريات، كابتن ايمن حتى في مباريات الدوري كمان. أيوة، بيأدي بشكل كويس جدا وهادي جدا في التعامل مع المباريات، بيقرا الملعب كويس جدا، بيقدر يوظف لعيبته صح، بيقدر ينظم لعيبته داخل الملعب كويس. ايوه، ودايما هو والفرقه بتاعته هو ولاعيبته بيحترموا الفريق المنافس، ودي حاجه مميزه جدا، وده اللي وصله ان هو يوصل لمرحله ان هو دايما متواجد مع الاربعه الكبار او الاربع الفرق، هو بطل كاس الرابطه مشاركته اللي هو بسبب بطوله الرابطه لتاني مره. يعني انا بحييه على اداؤه وعلى شغله في الموسم اللي فات، كمان ادى بشكل كويس جدا، وحتى كلنا اشدنا بيه في بطوله السوبر اللي فاتت. ايوه، النادي الاهلي زي ما قلت لك يا كريم داخل المباراه باهداف مختلفه خالص، يعني هو عايز يحقق حاجه بيرد بيها على ان اخفاقه في السوبر الافريقي، عايز يكسب البطوله دي
باي طريقه. ايوه. وقدامه فرق قويه جدا، اذا كان طبعا سيراميكا او الفرقه اللي هتلعبه في النهائي لو هو كسب سيراميكا يعني هيلعب، بيفكر برضو اذا كان الزمالك او بيراميدز، كلها فرق قويه جدا. انت لما تيجي تقول دلوقتي مين اللي تقدر ترشحه للمباراه النهائيه انت مش هتعرف تقول. تعرفش. ماتش جامد، ماتشين جامدين. الاربع فرق قويه ومنظمين جدا وفي حاله كويسه الفتره الاخيره. ايوه. اللي ممكن تاثر مع سيراميكا شويه ان هو ما لعبش ماتش رسمي لغايه دلوقتي، بس يعني المباراه حتى لو هو لعب مباراه وديه او ما لعبش، هو ما عرفناش اذا كان لعب مباراه وديه. لعب وديه طبعا. بس مش زي المباريات الرسميه. لا مش زي الرسم. دي ممكن تفرق معاه شويه. لكن انت لما تيجي برضو لو احنا اتكلمنا على فرقه النادي الاهلي هتلعب بتشكيل ازاي او بالاسلوب ازاي، برضو النادي الاهلي عنده برضو مجموعه لعيبته هو بيلعب بيها بشكل يعني مستمر، في استقرار في الناحيه الفنيه من الاسماء اللي بتلعب. عنده مشكله طبعا ناحيه اليمين الباك رايت احمد محمد هاني مصاب، هو اقرب واحد ليه هو عمر كمال، اقرب واحد ان هو يكون، وحاطط عمر كمال وخالد عبد الفتاح يعني في يعني ما بس هو عمر اقرب ان هو يكون موجود من وجهه نظري يعني رامي هو واشرف داري ممكن هم اللي يكونوا الاثنين موجودين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال. في وسط الملعب بقى ممكن يكون فيها كلام شويه، هل هو هيلعب باثنين ثابتين اللي هو بيلعب بيهم عادي مروان واكرم، ولا هيحط اكرم بس ويحط جنبه؟ لا هيحط مروان واكرم وامام، وامام هيلعب قدامهم عشان هو اللي بيلعب. بس الكلام يعني من الامارات جاي ان هو مروان واكرم زي ما هو، ونفس الثلاثي اللي قدام ممكن يلعبه حسين بيرستاو وسام، ممكن كده. او لو هو هيغير بقى ناحيه اليمين ممكن ما يبتديش ببيرستاو، ممكن يحط هو امام من البدايه ويدخل احمد نبيل كوكا في وسط الملعب مع مروان، يعني ممكن يبقى فيها تغييرات بس في اضيق الحدود. أيوة. هل قفشه هيكون ليه دور من بدايه المباراه ولا هيكون من في الشوط الثاني او بعد يبقى فيه؟ طب لو قفشه لعب في الشوط الاول على حساب مين؟ على حساب واحد من نص الملعب. على حساب واحد اللي هم امام يعني ولا من الناس اللي لا مش امام، مروان او اكرم؟ مروان او اكرم. يعني هو ممكن يلعب على فكره، ممكن يلعب بمروان واكرم الاثنين ويلعب بقفشه معاهم، ويلعب امام عاشور ناحيه اليمين وحسين ناحيه الشمال، يلعب امام جناح يعني؟ ممكن ممكن يعمل كده علشان برضه يبقى فيه سرعات يقدر يشتغل بشكل كويس، لان بيرستاو عنده بيرسي تاو وحسين الاثنين سرعة، ما قدمش في المباراه اللي فاتت حاجه كويسه. بس مش هو لوحده، ده كل معظم لعيبه الاهلي، مش عاوز احكم عليه من المباراه دي بس، فعشان كده بقول لك ممكن يستقر على نفس الرباعي اللي بيلعبه امام وحسين وبيرستاو ووسام، الرباعي اللي يلعبه مع الاثنين اللي في وسط الملعب. اعتقد دي اقرب حاجه ان هي تبقى موجوده، يعني التغيير بس اللي ممكن يكون موجود عمر كمال هيبتدي المباراه من البدايه، واشرف داري هتقابله في الناحيه الثانيه مجموعه فرقه سيراميكا بالتغييرات اللي حصلت. هقول لك انا بقى سيراميكا توقعاتي يعني. اتفضل. هناخد برضو من السنه اللي فاتت من تشكيله بتاعت السنه، في محمد بسام حارس مرمى، ايوه، عنده رجب نبيل واحمد رمضان بيكم في قلب الدفاع، عنده احمد هاني باك رايت، ايوه، عنده حسين السيد باك ليفت جابه من النادي المصري. هل هو هيلعبه على طول من اول مباراه؟ هو الاقرب، الحته دي كانت دايما فاضيه في سيراميكا. محمد شكري كان عمل صليبي ولسه ما جهش، فحتى خالد صبحي كان بيلعبه ساعات باك ليفت، راح المصري تمام مش موجود. فالاقرب حسين السيد اللي دي كانت دايما مش الثغره، دايما المركز اللي ناقص في السيراميكا، علشان كده واختار حد يلعب في المكان على طول ده مباشر. حسين السيد وجاب لعيب خبرات يعني. تمام. عنده في نص الملعب محمد عادل ومحمد توني، دول الاثنين اللي هم رقم 6 و8 في نص الملعب، وعنده بقى قندوسي بيلعب قدامهم. هم دول بقى اللي هيبقوا مشكله في الاختيار المجموعه اللي انت هتقولها دلوقتي. ما هي دي بقى المشكله. بس هو عنده لعيبه ثابته، اسلام عيسى وزلاكه ما انا هقول لك الاقرب برضه. عنده جون ايبوكا المهاجم الاساسي، تمام، وعنده قندوسي الراجل البلاي ميكر بتاعه. طب المهم انت قلت جون ايبوكا. جون ايبوكا طب ممكن يلعب فخري لقايت؟ هيلعب فخري جنب جون ايبوكا لو لعب باثنين بقى. بس هيبقى فخري لقايت تحت شويه، بس فخري لقايت في المنطقه اللي فوق اخطر من لما بيبتدي من تحت. ما هو مش هيلعب بمهاجم صريح. لا هيلعب بمهاجم صريح اللي هو جون ايبوكا. جون ما ينفعش يلعب غير مهاجم صريح. لا ما يقدرش، هو دبابه ما شاء الله. هو صح كده. فلاكاي ممكن يلعب جناح او يلعب فروت ساقط يعني. فخري لاكاي. وعنده بقى احمد بالحاج، وعنده اسلام عيسى، وعنده زلاكه. ده زلاكه كمان لعيب مهم جدا. انا بقول لك يعني زلاكه هتختار، عشان كده ممكن اعتقد هيلعب بجون ايبوكا وفخري لاكاي وزلاكه وكندوسي. لا انا حاسس ان جون ايبوكا مش هيبتدي،
ممكن فخري لقاي هو اللي يبتدي بدل جنوب. ما اعتقدش يا كابتن ده، يعني ما يعني خلينا نشوف ممكن يبتدي. لكن هم برضه خد بالك، هي فكره الاختيارات بتاعت التدعيمات دي يا كريم هي مهم جدا، ان انت يبقى عندك الحيره اللي احنا فيها دلوقتي. انا لاعب ده ولا لاعب ده؟ صح. فانت لو اشتغلت بجون بوكا شوط، ممكن فخري لقاي يبتدي يشتغل برضه الشوط الثاني بنفس الجوده بتاعت. بس فخري لقاي حتى في بيراميدز كان دايما بيلعب تحت مايلي. فاكر في ماتشات بس قبل ما مايلي يكون موجود كان هو اللي بيلعب. كان هو اللي بيلعب. كان هو علشان كده انا بتكلم في هو على حساب وسط الملعب. انت عايز الكثافه الهجوميه بتاعتك تبقى من انهي منطقه بالظبط؟ هل من بدايتها من وسط ملعبك من الدايره، ولا من التلت الاخير؟ لو من التلت الاخير حط فخري لقاي تحت جون ايبوكا. لو مش عايز تشتغل من تحت، يبقى لازم وسط الملعب لازم تملاه. هو لازم يبقى فيه كثافه عاديه في وسط الملعب عشان يقدر برضه يتعامل مع وسط ملعب النادي وعادل. فهو لازم يشتغل كده يعني. وبرضه على فكره زلكا ده زلكا جامد قوي، مؤثر جدا ناحيه الشمال، دايما هو بيشتغل ناحيه الشمال، فهو مؤثر جدا. فانت محتاج المجموعه دي. هل دلوقتي بقى في تجانس دلوقتي بينهم وبين بعض الفتره اللي فاتت في المعسكر اللي اتعمل؟ هنشوف بقى في المباراه بتاعته. هنشوف طبعا في ماتش صعبه بيلعب الاهلي وجماهير الاهلي جداً. طب تقدر تقولي توقع للماتشين نتيجه؟ مباراه الزمالك وبيراميدز صعبه جدا تتوقع، لكن طبعا اتمنى الزمالك يكسب. اتمنى الزمالك كزملكاوي. طبعا. لكن توقعك بقى لنتيجه الماتش؟ الزمالك يعني متفوق على بيراميدز في الفتره الاخيره. معنويا نادي الزمالك اعلى بكتير، وعنده يعني حافز. هدف وحافز كبير جدا ان هو يحقق حاجه كويسه عشان يوصل المباراه النهائيه. الاهلي وسيراميكا؟ الاهلي وسيراميكا اعتقد الاهلي. بجانب طبعا فرقه بيراميدز، قوه فرقه بيراميدز وقوه فرقه سيراميكا في التنظيم بتاعها داخل الملعب، فرقه شايف البطوله بشكلها الجديد كده السنتين اللي فاتوا. حلو. اربع فرق مش بطل الدوري والكاس بس. هو احنا كنا متعودين ان هي المباراه السوبر ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. لكن هي كده ادت للبطوله يعني حاجه احسن. عايز اتفرج على منافسه اكتر كده يعني. وعايز تتفرج على الفرق بتاعتك اللي في الدوري بتاعك عاملين ازاي في بدايه موسم. اعتقد لا ان شاء الله ربنا يوفق كده وتنجح وكل الفرق تأدي بشكل كويس، وكلنا نستمتع بالفرق الاربعه، ونتمنى طبعا ان شاء الله الزمالك يفوز باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن اشرف، وان شاء الله نستمتع ببطوله السوبر المصري بكره، ماتش الزمالك وبيراميدز الساعه 4 بتوقيت القاهره، وماتش الاهلي وسيراميكا ان شاء الله هيكون الساعة 8 بتوقيت القاهرة، وبالليل بقى نبقى نتكلم نشوف مين اللي هيوصل نهائي. هكلمك بقى اخش وعامل معاك دخلة. يا تتنور يا كابتن اشرف. اشكرك يا كابتن اشرف. ربنا يخليك يا كريم. بشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله بعد الماتشات بقى بالليل، نطلع نشوف ايه اللي حصل طبعا في لقاء الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا في بطولة السوبر المصري ان شاء الله.